لأبواب هنا تفتح أو نوافذ يمكن أن يطل منها المريض على علاجه. دمار لم يتوقف عند المشافي ومبانيها، بل دمر أجساد مرضى السرطان في غزة. فمنذ 7 أكتوبر الماضي لم يسير العلاج الكيماوي بأجسادهم، فهو لم يكن موجودا أصلا في القطاع قبل الحرب، وكانوا يحتاجون السفر لخارج حدوده. أما اليوم فلا علاج ولا سفر، والموت يهدد حياتهم. أنا المفروض كان إلي جرعة في 15/10/2023، فأجت الحرب وما طلعتش، وكنت ما قبل الحرب أعاني وإني ما طلعش بال3 شهور ما طلعش أخذ علاجي، وفي الحرب طبعا زادت، ومع تسكير المعابر زادت كتير كمان، وبطلت ألاقي علاجي في المستشفيات. يجب إجلائنا من قطاع غزة. ليش؟ لأنه إحنا أي جرح أو أي إصابة إن بصير بيننا وبين الموت شعرات، لانه بنضلنا ننزف لما ناخذ العلاج هذا، فاذا العلاج هذا مش متوفر احنا بنصير في العداد الموتى. الماء، الطعام والدواء، من الطبيعي انه لا مفاضله بينهم كونهم اساسيات حياه. اما عند من نخر المرض اجسادهم فالعلاج يتقدم على غيره. احنا بنشدهم انهم يفتحوا المعبر اليوم قبل بكره، لا الجرحى ولا المرضى، لا بدنا اكل ولا بدنا شرب. حاليا لا يوجد علاج لا في داخل غزه ولا خارج غزه، وقطعت سبل العلاج اصلا فينا من معبر رفح ومن معبر ايرز. انا لم لاقي سفر اتعالج، ولم لاقي علاج ولا غذاء ولا شيء. يعني جوز اختيار والاولاد فقراء، وطلعنا وتدمرت دورنا. حسب الإحصاءات الرسمية فإن أكثر من 10,000 مريض سرطان في قطاع غزة يمنع الاحتلال سفرهم خارج القطاع منذ سيطرته على معبر رفح البري. كان هؤلاء المرضى يتلقون جزءا يسيرا من علاجهم بمشفى الصداقة التركي الذي حوله الجيش الإسرائيلي لموقع عسكري قبل نسفه، فبات مركز الرازي وسط القطاع هو الحاضن لأوجاعهم، لكن أيضا دون علاج. صحيح أنه ليست كل الأبواب سواء، فأبواب خلفها علاج لمرضى السرطان ليست كالتي تقدم فقط المسكنات، ولكن هذا هو المستطاع في ظل إغلاق الاحتلال الإسرائيلي أبوابه في وجه مرضى السرطان، كما باقي من يحتاج العلاج في غزة، بل ويرفض كل الطرق التي يمكن من خلالها إدخاله لهم. محمد أبو راموس، الغد، غزة، فلسطين.